D'accord. دونك عندنا الرسول بحال هكا، غادي نجيو وغادي نجمعو واحد ثلاثة من هاد الرسولات هنا، غادي نجمعوهم بحال هكا ونزيروهم. دونك هذا هو التشوه ديالنا. الباقي ديال النابض غادي يبقى على حالته الطبيعية. الوغ هاد دونك التشوه ديالنا، اتجاه التشوه، شنو هو التشوه اللي درنا؟ كانوا من 90 بحال هكا، حنا نجمع واحد الربعة، جمعت هذا عند هذا، إذا اتجاه التشوه غنديرو بالصفر هو هذا، لأنني جمعتهم. اتجاه التشوه، الوغ منين غادي نطلق دابا هاد التشوه هذا، جمعتهم ومن بعد غنحيد يديا ونطلقهم، اشنو غادي يوقع؟ الوغ هذا دونك هذا ما غيتبدلش، شنو غيوقع؟ هاد التشوه هذا غادي يمشي على اليمين، دونك غادي يزيد مثلا الى وصل لهنا، غادي يعطينا اكو ضربة ديال التشوه، عاد غادي يكمل عاد غادي يكمل دونك يكمل نابض. نكمل لفات ديال النابض. الوغ اتجاه التشوه دونك كان هنا، الا خلينا واحد شويه هاد التشوه هذا غادي يولي هنا، يعني ان التشوه اللي كان هنا تحرك وتحرك في هاد المنحى هذا، يعني من اليسار لليمين، اذا هذا اللي بالاحمر هو اتجاه الانتشار. طبيعة الحال التشوه اش كنتكلمو هو هذا اللي كان هنا. اذا في هذه الحالة عندنا اتجاه التشوه بالصفر يوازي اتجاه الانتشار، وهذا هو المثال ديال موجة طولية. دونك فهمنا شنو هي الموجة الطولية، فهمنا شنو هي الموجة المستعرضة، نقدروا دابا نتكلموا على سرعة انتشار موجة. الوغ عندما نلاحظ تشوه خلال حبل، يعني الحركة التشوه خلال حبل، نلاحظ أنه لا يبقى ساكنا، يعني أن التشوه لا يبقى ساكن، ولكن التشوه اللي هو اللي كنسميه الموجة يتحرك وعنده واحد السرعة، يتحرك بواحد السرعة اللي هي اللي غادي نسميوها سرعة الانتشار V. دونك إلا شفنا واحد الحبل كيبان لينا في الأول أن تشوه، ثم غادي الحبل الى رسمناه هنا محور اكس و اكس و ايغريك، ثم انتظرنا واحد شويه ديال الوقت، ثم عاود
رسمنا هذا المحور هذا. الوغ كيفاش غادي ندير باش نرسموه؟ عمليا كنتسنى واحد شوي، كناخذوا صوره ثم كنتسنى واحد شويه ومن بعد كناخذوا صوره اخرى، بحيث كنقولوا ان هذه هي الصوره عند اللحظه تي تساوي تي واحد، وهذه هي الصوره عند تي تساوي تي جوج. اذا شنو وقع؟ ان الموجه تحركت من هذه النقطه هذه لهذه النقطه هذه، يعني قطعت واحد المسافه اللي هي المسافة دي بين لحظتين، كانت تي واحد وصلت في تي جوج. إذا العلاقة اللي كنعرفو ديال هاد السرعة هي أن السرعة ديال الموجة علاقة ديجا شفناها في تانية إعدادي، دي على دلتا دي، دونك هي العلاقة ديال السرعة، بحيث السرعة بالمتر بار سكوند، المسافة بالمتر و دلتا تي هي بالسكوند. مثلا المثال اللي نقدر نعطيه هو مثال ديال الزلزال، مثال إذا ضرب زلزال في وسط البحر قرب اليابان لا قدر الله، لأن اليابان هي واحد الجزيرة اللي معروفة بالطبقة التكتونية ديالها حدا في حركة، إذا عندها بزاف ديال الزلازل حدا. ولكن مثال إذا ضرب زلزال في وسط البحر قرب اليابان، ألوغ نفهم أن موجة الزلزال ستصل إلى اليابان، يعني مدينة طوكيو مثلا، بعد مدة زمنية. بعد مدة زمنية من وقوعه حسب سرعة هذه الموجة، يعني الموجة ديال الزلزال. دونك حسب سرعة هذه الموجة ستصل بسرعة أو ستتأخر، يعني ما كتمشيش سور بلاس أو لا ما كتمشيش انستونتانيمون. دونك الا كنتكلموا على جزيرة ديال اليابان وضرب مثلا واحد الزلزال هنا، دونك بين الوقيته فاش غيضرب الزلزال حتى يوصلوا مثلا لطوكيو، دونك غادي ياخذ واحد الوقت، غادي يمشي الزلزال بشويه 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 السرعه على حسب السرعه ديالو، السرعه اللي كنحسبوها في تساوي المسافه المقطوعه على دلتا تي. اوكي، عندنا حاجه اخرى كنتكلموا عليها كنسميوها التاخر الزمني. شنو هو التاخر الزمني؟ التاخر الزمني هو الوقت الذي
تستغرقه موجة للوصول من نقطة M نحو نقطة M بريم. يعني لسمينا مثلا نقطة ديال وقوع الزلزال هي M وسمينا طوكيو هي M بريم. إذا المسافة باش الوقت اللي غتستغرقوا هذه الموجة دونك هو طو. إذا غادي نعطيو العلاقة ديالو دونك عندنا طو تساوي ام ام بريم على في. بون لي هي فقط تحويل هاد العلاقة الأولى بحيث ام ام هي المسافة بين النقطة ام و ام بريم و في هي السرعة ديال الموجة. دونك هادي سرعة الموجة هادي هي المسافة و الطو هي المدة الزمنية. طبيعة الحال بالسكوند. دونك الى خدينا مثال اخر ناخذ مثلا في ملعب ديال كرة القدم. في ملعب كرة القدم عندما تتكون موجة من طرف المتفرجين يعني الموجة نشرحها شناهي. دونك هي يجلس المتفرج ثم يقف ثم يجلس. يعني رسمنا كيكون جالس ثم تيوقف كيزدي الفوق ثم تعاود يجلس. إذن هذه موجة. ألوغ عندما تصل الموجة إلى ملعب الفريق الوطني المغربي في النقطة M يعني وصلت لها في النقطة M رسمنا هنا لو ستاد هنا هنا المرمى الأول وهنا إلى المرمى. دونك مثلا إلى درنا أنها وصلت النقطة M هنا النص ديال الملعب هو هذا. الوغ باش توصل من النقطة M اللي جات مع المرمى حتى توصل للنقطة M بريم اللي جات في منتصف الملعب دونك نديرو لكي تصل الموجة إلى وسط الملعب إم بريم يجب انتظار بعض الوقت ما كتوصلش مباشرة يعني ماشي غير كتبدا هنا كتوصل هنا ديريكتومون نو كنتسنى واحد شوية بعض الوقت. الوغ هذاك الوقت اللي كنتسناو بين توصل من هنا من ام ل ام بريم هو اللي كنسميوه الطو اللي هو التأخر الزمني اللي هو المسافة بين ام و ام بريم مقسومة على السرعة.
هو تأخر الزمني. الو غادي نحتاجو فقط واحد الملاحظه، واحد العلاقه كنستعملوها في التمارين، غادي نديرها على شكل ملاحظه. ديال توتر حبل. الو عندنا واحد التجربه، اذا كان حبل مربوط ومجرور هنا بواحد القوة F، غنسميو هذه القوة F. غنتسول معطيات حبل كتلته M و طوله L مشدود، أو لا كنقولوا أيضا موتر بقوة F، هي هذه القوة F بالنيوتن، M بالكيلوغرام، و L بالمتر. الوغ الى عندنا هذا الحبل هذا بهذه المواصفات، هذه سرعه انتشار موجه خلاله، يعني الا درنا هنا واحد الموجه السرعه باش غادي تمشي هذه الموجه توصل مثلا هنا، الوغ عندنا واحد العلاقة هي V تساوي F على مو والجذر مربع عليهم بجوج، بحيث F هي القوة بالنيوتن باش كنجروا الحبل، و هاد مو شنو هي؟ مو هي الكتله الطوليه، يعني هي الكتله ديال هاد الحبل ام مقسومه على ال. اللي كنسميوها الكتلة الطولية. طبيعة الحل الوحدة ديال الكتلة الطولية ام بالكيلوغرام و ال بالمتر، اذا الوحدة ديالها هي الكيلوغرام على المتر. دونك اف بالنيوتن، مو بالكيلوغرام على المتر، و في اللي هي السرعة بالمتر بار سكوند. دونك ما فيها باس نعقلو على هاد العلاقة، ما دخلش 100% في الدرس ولكن كنلقاوها بزاف في التمارين، دونك مزيان تكون عندكم. في تساوي الجذر ديال اف على مو، مو هي الكتلة الطولية ديال الحبل.